دمع جرى فقضى في الربع ما وجب لأهله وشفى أنا ولا كرب عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهب سقيته عبرات ظنها مطرا سوائلا من جفون ظنها سحبا دار الملم لها طيف تهددني ليلا فما صدقت عيني ولا كذب نائيته فدنا أدنيته فنأى جمشته فنبى قبلته فأبى هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنبا مظلومة القد في تشبيهه غصنا مظلومة الريق في تشبيهه ضربا بيضاء تطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوبا إذا طلب كأنها الشمس يعي كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا مرت بنا بين التربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العرب فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسب جاءت بأشجع من يسمى وأسمح من أعطى وأبلغ من أملى ومن كتب لو حل خاطره في مقعد لمشى أو جاهل لصحى أو أخرس خطب إذا بدا حجبت عينيك هيبته وليس يحجبه ستر إذا احتجب تحلو مذاقته حتى إذا غضب حالت فلو قطرت في الماء ما شرب وتغبط الأرض منها حيث حل به وتحصد الخيل منها أيها ركب ولا يرد بفيه كف سائله عن نفسه ويرد الجحفل اللجب بحر عجائبه لم تبق في سمر ولا عجائب بحر بعدها عجبا.